وكملوا صافي هذه هذا من قدام الناس. الله يرزق صبر لوالدي. هنا كنطالبوني اعدام. انا قلت انا خاف على ولادنا. عمرت الجماعه شفتها كطاجه السلميه. ما كذبش عليك طنجه مزيانه الناس تراوش فيها الناس معقولين. حق حنا كنشكروا رجال السلطه وكنشكروا سيدنا محمد السادس. 11 عام اغتصب ويتقتل وفي الاخر كتجبروا مقتول ومحفور. هاد القلب هذا شاد الناس هادو شاد الناس. ماشي اول مره راه كتوقع جرائم بحال هكذا، ولكن سكينه طنجه اهتزت لهاد الواقعه هادي. واش غنقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. كنعرف الاب ديالو بحكم انه كيخدم داكشي ديال التجاره، يعني عندنا لاباس والناس محترمين. اي كلمه واي تعبير ما كيوصفش الانسان شنو في الداخل ديالو، لان عدنان ولد المغرب ولد اسره مغربيه، يعني من طنجه حتى القويره، ونحطوا راسنا كحنايا يعني هادشي ولد الناس، ولكن راه ولدنا ولدك ولد هذا يعني نحطوا مكاننا في ديك الام ديالو ولا الاهل ديالو، يعني نفس الشيء. حرام والله العظيم حرام. ما نعسنا، ما اولادنا، عندنا اولادنا صغارين، ما بقينا قدرنا دابا نخليهم يخرجوا. انني وحاله هذه يرثى لها. زعما هذا المجرم خاصو الاعدام بمعنى الكلمه، لان القلب ديالنا تهز كاملين. وهذا الولد كان كيقرا في مدرسه حدانا اللي هي احمد بن الفريج، كان مع ولادنا كيعرفوه. يعني هاد الاولاد راه النفسيه ديالهم محطمه مره. ولدي الكبير صاحبهم كان كيقرا معاهم في نفس المدرسه. يعني هما زعما حشوم على هاد المجرمين، هادو خصهم الاعدام باش يبقاو عبره للاخرين. هادشي راه كارثه كبيره. باش حسيت انا كلي كنترعد. انا مني فقت مع 3:30 الصباح بنتي نوضتني قالت لي ماما داك الولد راه لقاوه مقتول، راه نط في واحد الحاله يرثى لها لا انا لا ولادي. الدار كامله شعلنا الضو، جاني الخوف البارح شعلت الضو في الدار. والله العظيم اختي لله اللي مطالعين، يعني واحد الحاله هستيريا ولادي فيها ولا حنا ولا. كنطلب من العداله ياخذوا الحق ديالهم في هذا، يديروا حكم صارم لهاد المجرمين، يخلوهم عبره للاخرين باش هاد الشيء ما يبقاش. الحل الوحيد هو الاعدام باش الاخرين يبقاو كل شيء يولي كيخاف، لان خاصهم الاعدام، خاص الاعدام. لان الطفل طفل بريء عباد الله، طفل بريء عباد الله. لا كنتمنى باش يجي، كنتسنى فويا يجي. انا عندي مشاكل ديال نسيتهم، والله العظيم الا نسيتهم. بقى لي عدنان هو اللي معمر بالليل، وربي شاهد عليا، والحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال، على الساره والضاره. الله يرزق صبر الوالدين والاحباب وكل شيء. انا بهذا الشيء والله يرزق صبر الوالدين، وانا لله وانا اليه راجعون. وحنا كنطلبوا طنجه تكون سليمه والناس دراوش فيها والناس مزيانين. وكنطلب وكنشكر رجال السلطه اللي نوضوا هذا الشيء هذا. نهار الاثنين اختي وانا كنتبع اليوتيوب والفيسبوك، من نهار الاثنين وانا كنتبع. البارحه ثاني ملي فتحت اليوتيوب جبرت عاوتاني ما في الصباح جبرت هاد الكارثه اختي. باش نقول لك الله يرجع لوالديه. وحنا ملي كنا كنشوفوا ديك خينا غادي معاه بحال شي صديق ديالو، ماشي شابرو زعما الصحه ولا شي حاجه، بحال شي صديق ديالو الله ياخذ فيه الحق. حنا دابا كنطلبوا الاعدام لهاد خينا هذا اللي دار لهاد كيما دار لهاد العائله يدير حتى لولادنا. دابا حنا ما نقدرش نبقاو نخرجوا مع ولادنا، خصنا نبقاو نمشيو نحاطينهم المدرسه ونجيبوهم ونديوهم ونجيبوهم ونديوهم. والله ياخذ الحق، الله يرزق الصبر لوالديه مساكن.